متابعينا ومتابعينا استقراء اخباريه متخصصه في الزراعه وانتاج الغذاء، احنا النهارده في الندوه الخاصه بتدشين الاطلاق التجاري الاول لاصناف دي كلب في مصر. باير كروب ساينس العالميه بتطلق ثلاث اصناف مهمه لاصناف الذره دي كلب في مصر مع وكيلين ليها من اهم الشركات العامله بالقطاع الزراعي، شركه دالتكس وكمان شركه الصفا. النهارده شركه باير اعلنت وبكل شفافيه الاسعار النهائيه لتداول اصناف دي كلب في مصر، وهي 9400 جنيه للشكاره. بيتم اختلاف استخدام الشكارة على حسب كثافة الزراعة في كل فدان، وكمان أعلنت الشركة على أنها على تواصل كامل مع مزارعينا لتقديم النصايح وتقديم الدعم الفني أينما كان. طبعاً إحنا قصة التسعير قصة مهمة جداً تحت الظروف اللي البلد بتمر بيها. كان هدفنا من الأول إن إحنا نحدد السعر بتاع المزارع لكل شكارة بذرة هتطلع من شركة ديكالب، عشان أدي فرصة للمزارع إن هو فعلا يجرب الأصناف دي ويتعرف على الميزات بتاعتها. النهاردة اليوم هيكون لإعلان أسماء الأصناف، أسماء الوكلاء الخاصين بتوزيع الأصناف الجديدة لبراند ديكال التابع لشركة باير. النهاردة بنجني ثمار مجهود 3 سنين في الأصناف. إحنا عندنا السنة دي 3 أصناف متسجلين في مصر، 7023 مع شركة الصفا الوكيل الجديد، و6715 و6919 شركة دالتكس. شركة دالتكس وشركة الصفا من الشركات الكبرى اللي حرصت على اقتناء أصناف دي كلب الجديدة من باير كروب ساينس لدعم مزارعينا بالقطر المصري. طبعا احنا منزلين السنة دي على نطاق تجاري 3 أصناف، ال6919 6715 ال7023، ال3 أصناف مناسبين للزراعة في أي نوع أرض. أكدت أصناف باير كروب ساينس من دي كلب على مدار 4 سنين متتالية من التجارب في 53 تجربة زراعة على أنها الأكثر إنتاجية، 25% زيادة في الإنتاجية لهذه الأصناف، كمان بتحقق مقاومة للأمراض والفيروسات لأن ليها تقنية جديدة في زراعتها كأصناف ابتكارية. شركة باير نهجت نهج جديد إن هي بدأت تخش سوق الذرة عشان تكفي الاحتياج من المحاصيل الاستراتيجية. بالنسبة لنا شايفين ان محصول الذرة ده من اهم المحاصيل الاستراتيجية اللي هيكون ليها سوق واعد في مصر الفترة الجاية، وبشركة زي بحجم باير. الحقيقة احنا شرفنا النهاردة ان احنا نكون من اول المشاركين في توزيع تقاوي دي كلب في مصر مع بالشراكة مع شركة باير. دي كلب بذرة جاية من فرنسا او من اوروبا بصفة عامة، فيها كل المواصفات القياسية اللي موجودة في العالم، وحاولنا ان احنا نوفرها للمزارع المصري بتاعنا. التكلفة بتاعة كل شكارة للمزارع هتبقى 9400 جنيه. قدام حضراتكم على الترابيزات ده شكل الحبوب اللي هتلاقوه في الشكارة من ال3 أصناف اللي هيتم عليها اطلاق تجاري النهاردة، كلهم نسب الانبات لا تقل عن 98%. السعر اللي تم اعلانه النهاردة ده ملزم لكل الموزعين اللي بيشتغلوا مع شركة باير، هو السعر الصافي للمزارع المصري اللي المفروض يروح في اي محل، سواء من عند تاجر سواء من عند الموزع بتاعي، حتى لو اتصل دايركت لبينا بشركة باير، هو ده السعر اللي موجود في السوق. اعتقد ان هو سعر مناسب وهيدي فرصة للمزارع الصغير انه يجرب الزراعة بتاعة الذرة، لان احنا بنعتبر اقل سعر موجود مقارنة بالشركات المنافسة الموجودة في السوق. انا شايف ان 9000 سعر 9400 جنيه للشكارة ده سعر اعتقد ان هو يبقى كويس قوي، خاصة زي ما قلت ان هو يبقى التكثيف وان انا اخد اعلى انتاجية من ناحية المساحة، دي بتبقى ميزة. شكرا خاص للدكتور سمير، يعني سمير درس وعرف ازاي الاصناف دي تنجح في مصر. بالنسبة لشركة باير بحييها على ادخالها الاصناف دي تاني مصر بتاع شركة دي كلب. اصناف الشامي دي كلب نمو بادرها عالي جدا من اول النمو، ماشية معايا تزهيرها مبكر جدا. احنا النهاردة بصدد مؤتمر شركة باير تبع لانطلاق الاصناف الجديدة للذرة.
شركة باير طبعا دايما معودانا على الجديد. حقيقة مجموعة من الميزات المختلفة هيقتنيها مزارعي الذرة في مصر مع تجربة أصناف دي كلب. النهارده الشفافية موجودة والأسعار موجودة وكمان الدعم الفني وأكبر الشركات العاملة بقطاع الزراعة في خدمة مزارعينا ومزارعي إنتاج الذرة في مصر.